قبل لا أبدي هذه الحلقة بس أحب أنبه على حق الممثلين، يعني اللي يجلسوا يمسكوا التلفون كذي، في تلفون الحين نازل لعيونكم عشانكم، اسمه الكاتل ايدول 3. طبعا اللي يعرف تلفونات القاتل، تلفونات مشهورة. أول هذا التلفون في سماعة نفس هذه، واحدة فوق واحدة تحت، عشان اللي يغلط ويمسكه كذي ما تكون له مشكلة. فأتمنى من الممثلين يعني ينتبهوا حق هالنقطة. يعني السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قاسم تك نيوز. حلقة اليوم بتكلم عن تلفون اسمه أسوس زين فون. هالتلفون استخدامه حلو، في مواصفات حلوة، وفي بعض العيوب اللي ما عجبتني في التلفون. فأنا ما بتكلم عن مواصفات التلفون، لكن بتكلم عن المزايا اللي شفتها حلوة في التلفون والمزايا اللي ما شفتها أبدا حلوة في التلفون. تابعوني. هذا هو التلفون اسوس زين فون 2، 5.5 انش التلفون. طبعا الفنش ماله هذا بلاستيك بس كانه معدن في نفس الوقت، النقش اللي عليه على اساس كانه يبان انه معدن، زائد البولش اللي مسوينه على اساس هذا. هذا الزر اللي يعلي على الصوت، وهذا الزر اللي ينقص الكاميرا فيها، عفوا الفلاش ماله فيه وورم وكول، يعني اثنين. عندنا هذا الزر اللي يشغل التلفون ويسكره، طبعا محطوط بعيد عشان كذي مخلين فيه طريقة ثانية، هذه نحن نضغط تو كليك ويفتح التلفون او يتسكر، على اساس ان الواحد صعب يضغط الزر من فوق. الحين ببدي اول شيء في المزايا، بعدين بتكلم عن العيوب. هذا التلفون فيه معالج من انتل، مثل ما انتم شايفين مكتوب هني انتل انسايد، معالج اتوم بس في انواع، فلا حد يفكر انه نفس النوع اللي في يكون في اللابتوبات. مثل ما قلت لكم التلفون 4 جي بي رام، يعني يستحمل وايد. بعض الناس يستخدمون للالعاب، وطبعا يستحمل الجهاز والمعالج نفسه. معيارية المعالج 64 بت، بس النظام الحين موجود 32 بت مع الاسف. وان شاء الله انا كلمت اسوس وقالوا ان شاء الله بينزلوا التحديث الجديد اللي هو 5.1.1 في التلفون، وبيكون بمعيارية 64 بت. من المزايا اللي في التلفون موجودة عندنا البلو فلترينج، طبعا حتى يصير بصبعين. طبعا البلو فلترينج يعني انه يعدل على اللون الازرق، وهذا مفيد في الليل. في النهار احنا محتاجين البلو لايت، لكن في الليل هذا مضر، انه يعطل عندنا الساعة البيولوجية. واللي يريد يعرف اكثر معلومات يبحث في النت عن وش انا اتكلم وش فائدة البلو فلترينج. ايضا من الميزات اللي شفتها في التلفون ان اقدر اسوي باك اب حق التلفون القديم وانقله هنا على طول، ان احط التلفونين فوق بعض او عن طريق البلوتوث او الكمبيوتر، ان اقدر انقل كل شيء من التلفون القديم للتلفون اسوس زين فون. ميزه من مزايا التلفون انه هو يدعم 4G، وبعد يركب له سم كاردين. طبعا في عمان اكثريتهم يستخدموا سم كاردين، واحده نورس ولا اوريدو، واحده عمان تل. وهذا اللي انا مسوينه، مركب سم كارد تي موبل ومركب سم كارد نورس اللي هي الشركه الجديده اوريدو، ويدعم 4G والبطاريه كبيره وقويه. من الميزات بعد في التلفون ان التلفون سعره 300 دولار، يعني حدود قولوا اقل عن 120 ريال. مساحة التلفون 64 جي بي، ويركب له ميموري كارد. شحن التلفون يدعم الشحن السريع، يعني احنا ما محتاجين ندفع زيادة عشان نشتري شحن سريع حق التلفون، الشحن اللي وياه يدعم شحن سريع. من الميزات الثانية بعد اللي موجودة في التلفون السمارت كفر، هذا هو. انا يوم اقفل التلفون تطلع لي الساعة، طبعا نقدر نحدد الوقت. هذه الساعة فيها المكالمات، يعني هي المسكول، الرسائل، الايميلات، يطلع لي اذا التلفون سايلنت او لا، والدو نوت ديسترب مود اللي نفس في الايفون. طبعا هذه الدائرة اللي قاعدة تنقص هذه عمر البطارية، يعني البطارية الحين كم فيها الشحن. اقدر اغير ثيم الساعة من هني، مثلا اقدر اخلي هذا، اقدر انقي اشكال ثانية، هما في عدة اشكال موجودة. هني نفس الشيء يعطيني مال درجة الحرارة، واقدر اشوف حق بقية الايام تقريبا، ايوه، ويحدد لي اللوكيشن. عندي هذا الكالندر،
هنا على أساس البوزيشن أوقات الكفرات يعني شوية يكون مكان غير، فنقدر احنا نحركه تحت ولا فوق. هاد ال عندنا هذا الايربلين مود، الصوت ودو نوت ديسترب. الكاميرا نقدر نشغل الكاميرا على طول ونشوفها من هالشاشة بدل لا نفتح الكاميرا من التلفون. في أشياء ثانية طبعا ندخل ندخل SS Cover من السيتينجز ونغير هني اللي نبي. عندنا Select App ونقدر احنا نحدد البرامج. انا محدد هذول البرامج اللي استخدمهم اكثر شيء وهذول اللي ابيهم. هذه تقريبا ميزة من الميزات. وفي ميزات ثانية طبعا انا ما بتكلم عن كل الميزات مثل ما قلت قبل. من العيوب اللي في اول عيب بيكون ان صح المساحه كبيره 64 جيجا بايت، بس الذاكره اللي يستخدموها يعني مثلا ذاكره الهاتف نوعيتها اي اي ام سي، في اس اس دي، في اتش دي دي، وفي انواع ثانيه بس معروفه اي اي ام سي نفس الاس اس دي يعني ثابته ما في قطع متغيره متحركه عفوا، لكن بطيئه وايد. لكن هذا ما معناه ان التلفون اساسا بطيء وما نقدر نستخدمه ابدا، بالعكس الناس يلعبوا فيه العاب كبيرة وحجمها 1 2 جي بي بعضها، يعني التلفون الالعاب القوية والتلفون يستحملها وايد بقوة. ان التلفون يسخن، اتوقع اكثرية التلفونات في الحر او في الجو الحار تسخن، وهذه مشكلة يمكن يعني اكثرية الناس تواجهها، خاصة في البروسيسورات الجديدة السناب دراجون والميديا تيك، والحين نفس الشيء هذا الانتل. تردد البروسيسور 2.3 جيجا هرتز يعني تردده وايد سريع. الشركة منزلة وايد برامج في التلفون، يعني حدود ما ادري كم الحين هذول فوق، يمكن حدود 20 برنامج، يمكن شوية زيادة او اقل ما متأكد. لكن هذه البرامج كلها اللي موجودة في التلفون ما أقدر أسوي لها ديسيبل، يعني في بعض التلفونات أو في بعض البرامج أقدر أسوي لها ديسيبل، لكن أكثرية البرامج اللي موجودة في التلفون أنا ما أقدر أمسحها أبدا، يعني ما أقدر أكنسلها. كان أنا عندي في السوني كنت كل البرامج اللي من التلفون كنت أسوي لها ديسيبل لأن أستخدم برامج جوجل، فالتلفون ما يصير أنزل برامج جوجل ما مشكلة، لكن هالتلفون هذا تظل شغالة وهذا ياخذ رام، يعني ما أعرف شو الفائدة. ان شاء الله في الابديت الجديد يشيلوا هالخاصية. الاضاءة زينة اذا سكرنا الاوتو برايتنس، يعني الحين مثلا انا في الشمس اذا سكرت الاوتو برايتنس الاضاءة بتزيد، بس المشكلة بعدها تظل ان الاضاءة في الشمس ما وايد قوية، يعني الواحد يحتاج شوية يركز وينتبه انه وش قاعد يكتب. الاضاءة ما بنفس قوة التلفونات القوية، بس اتوقع عشان التكلفة لازم يسوي هالحركة. من الأشياء الثانية نفس الشيء، الشاشة عاكسة، شاشة وايد تعكس، فالشمس يوم تضرب هذا بعد يتعب الواحد في الإضاءة، يعني خاصة الإضاءة خافتة. العيب الخامس في التلفون هي الكاميرا. الكاميرا 13 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل. الكاميرا زينة في التصوير، لكن يعني إذا الإضاءة شوية خفت بتشوفوا يعني شوشرة في التلفون في الكاميرا في الصورة. هذا بسبب ان سنسر توشيبا، سنسر سوني معروف احسن سنسرات حق التلفونات، وهو الايفون يستخدمه بعض الشركات مثل السامسونج تستخدم سنسرات ثانية التابعة لشركتها، بس يعني السنسر ما من احسن الشركات، وهذا طبعا للتكلفة يعني. لكن التصوير زين في الاضاءة الخافتة اللي يتذكر ايام النوكيا الجسمي، في الإضاءة الخافتة يقوي الإضاءة، وهذا نفس الشيء الميزة موجودة في هذا التلفون، وهذا شيء حلو. تصوير التلفون أوفر أول زين. كبرنامج الكاميرا في التلفون الأساسي يعني شفته أحسن عن البرامج الثانية اللي كنت أستخدمها في السوني، لأنه يعني يعطيني ميزات أكثر وأقدر أستخدم وايد أشياء. هذه كانت حلقة اليوم. اللي عجبت الحلقة لايك وسبسكرايب، واللي ما عجبت الحلقة دس لايك، ويكتب لي في الكومنت ليش ما عجبت الحلقة. أتمنى الناس تكتب لي في الكومنتات وش اللي ما كان حلو في الحلقة، أو وش اللي يحتاج أنا أطوره في نفسي. اللي ما شايف الحلقات اللي قبل يشوفهم. مع السلامة.